السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزاتي الكريمات أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نتحدث على الدخول المدرسي اللي كتر عليه الكلام. شي كيقول أنه غادي يكون دخول مدرسي عادي، وشي كيقول غادي يكون التعليم عن بعد، وناس آخرين عاوتاني كيقولوا كاين التعليم بالتناوب. إذا اليوم أنا غادي نجيب لكم بالدليل أنه غادي يكون دخول مدرسي عادي حضوري، وبالدليل دائما على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. ابقوا معايا باش نعرفوا الحيثيات ديال هذا الموضوع. إذا الدخول المدرسي سيكون دخول مدرسي عادي حضوري في الأقسام. لماذا؟ لأنه مجموعة من المديريات الإقليمية بدأت في الاستعداد والتحضير للدخول المدرسي 2020-2021. نذكر منها المديرية الإقليمية للرباط. إذا هذه المذكرة صادرة عن المديرية الإقليمية بالرباط في شأن الاستعدادات للدخول المدرسي 2020-2021. إذا هناك تذكير بأنه موسم الدراسي المقبل سينطلق يوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2020 للشعار ديالو من أجل مدرسة متجددة منصفة ومواطنة ودمجة. وبالتالي ينبغي تكثيف الجهود من أجل ضمان دخول مدرسي ناجح في ظل الإكراهات الحالية. إذا من بين التدابير اللي دارتها هذه المديرية واللي كتدعو المدراء والمديرات ديال المديرية بأنهم يديروا، إذا التدبير الأول إعداد دعامات تواصلية تشير إلى موعد الدخول المدرسي بمداخل المؤسسة والمؤسسات وتحمل شعار المقرر. الإجراء الثاني تأثيث الحجرات الدراسية والمرافق الإدارية بصور صاحب الجلالة نصره الله وتجديد العلم الوطني. ثالثا ضمان جاهزية الحجرات الدراسية والمرافق الصحية ومختلف الفضاءات من حيث تعزيز آلية النظافة والوقاية. رابعا استعمال تشوير ضد كوفيد 19 من أجل تسهيل مرور التلاميذ والتلميذات بشكل يستجيب لشروط الوقاية والسلامة الصحية. خامسا تعبئة فرقكم الإدارية قصد توفير اللوجستيك والوسائل الضرورية لتحقيق مستلزمات الدخول المدرسي. وأخيرا تعبئة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ قصد تقديم الدعم اللازم للمؤسسة في هذه الفترة في العمليات المتعلقة بالبستنة تنظيم عمليات التسجيلات. إذا هذه المذكرة وأهم التدابير والإجراءات التي ينبغي تفعيله. إذا من أهم النقط التي تشير إلى أنه سيكون دخول مدرسي عادي، إذا هذه المذكرة كتدعو المدراء والمديرات باش يضمنوا الجاهزية ديال الحجرات الدراسية والمرافق الصحية اللي غادي تضمن النظافة والوقاية في هذه المدارس. وكذلك دعتهم باش يديروا واحد التشوير في المؤسسات التعليمية ضد فيروس كوفيد 19 من أجل تسهيل مرور التلاميذ والتلميذات بشكل يستجيب لشروط الوقاية والسلامة الصحية. إذا غادي يديروا مجموعة من العلامات، مجموعة من الملصقات للتشوير ضد كوفيد 19، من حيث مثلا التباعد، من حيث رمي مثلا النفايات، مجموعة من الأمور قصد الحفاظ على شروط الوقاية والسلامة الصحية. إذا هنايا كيطلبوا من الفرق الإدارية توفير اللوجستيك والوسائل الضرورية لتحقيق مستلزمات الدخول المدرسي باش يوفروا كل ما يخص بداية الموسم الدراسي باش يكون موسم دراسي ناجح ويبدأ في الوقت ديالو المحدد. إذا هذه أهم النقط اللي كتشير بأنه غادي يكون دخول مدرسي عادي. كاين مجموعة من المديريات الإقليمية اللي بداوا في تطبيق هذه المذكرة في مجموعة من الأكاديميات. إذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو. في الأخير شكرا لكم على المتابعة، كنتمنى لكم دخول مدرسي موفق. قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري تشكركم على الدعم والمساندة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.